راه فلوس كثيره باش حكمت لي المحكمه، ما عطوني والو والو والو. راه وانا القضاء الا بغيت عندنا وغادي يمشيو للقضاء، القضاء نصفني نصفني، انا قابل اللي دار ياك القضاء، انا بوحدي وهما عندهم محامون، عندهم هذا، عندهم ناس عندهم خبارة معاهم ومحامون وعندهم اصدقاء نزيد عليك وكل شيء، وانا بوحدي وراضي بالقضاء. رضيت يكون ما عجبنيش القضاء ما نجيش هنا نقولها، رضيت بداك الشيء ديال القضاء. ها هو هو القضاء، هو هذا مولاي، ها القضاء هذا داروا القضاء هذا باش يحل لنا المشكل الصلح. هاد السيد اللي دار القضاء هذا ماشي سهل، هاد السيد ماشي سهل، هذا خبير ديال الدولة في ارباح كثيره شهدوا بها، كيدخلوا واحد 2.5 مليار في العام غير حدا ماجورين، واحد 6 مليار شراو ديال البارتمات فوق الجردة ماجورين، وشراو فيلات ماجورين باش تشريهم وقلعوهم الماجورين. هادشي ترى غير هادي 3 شهور يا فينا كوفيد، اللي كيشري الفيلات وتيشري 4 لابارتمات، وهاد هاد الفيلات كيتكراو كتكرب 5 مليون 4 مليون في الليله، هاد الفيلا ولي زابارتمون تيتكراو بمليون في الليله، راه لوكس. علاش هاد الخبراء علاش مديولين بيتي تفد هاد الشيء اللي داروا الخبراء؟ يعطوني هذا الرزق اللي داروا الخبراء، يكون راه قليل بالنسبه ليا، راه قليل، ولكن ما يتشردوش ولاد مراكش اللي كوكي ولادي، والله العظيم كيف حال ولادي، ولادي تما وكلهم تيقولوها، ولادي هذوك الناس 261 قدام ولادي ما يتشردوش، ان شاء الله ونشرد انا، ولكن يعطيني هاد الناس حق، رفضوا لهم داك النقل ديالهم، راه كاين العداله، واش بغيتي اكثر من هاد الشيء؟ هاد الدوله العداله هي كاينه، وجبت لهم التنفيذ نفدت عليهم، ولكن كيف بغيت نخرجهم؟ قسم لك يمين بالله كاين اكثر من 115 بنت خدامه في البلدي، ترى قسم لك يمين بالله انا خرجت من لوطير من 2015 وحتى تجوز شي وحده كتعيط لي، حتى بيت جوج كتعيط لي تنقول حدا باها. المدير الطياب من مراكش درت واحد الشركه انا واحد الفرنسي صديق ديالي، بعد ما عملنا معاه في فرنسا درنا واحد الشركه هنايا في مراكش اللي اسمها جالاكسي مدينة، بدينا تنخدموا بها شوية فرنسا شوية، شرينا الأرض هنايا، درنا بها واحد الكلوب، درنا واحد البتي كلوب ديال لي غولفور باش يعودوا يقعدوا فيه، تمشى داك الشيء شوية ولينا كبرنا المشروع أنا وياه، درنا أوتيل مشى لواحد 14 القطار من دروك، تمشى مزيان ولينا تنديروا فيه عراس ديال الناس اللي تيجيو من برا، ودي مانيفيستاسيون مؤتمرات بزاف د الحوايج كنديروا، تمشى هذاك المحل مزيان، عاودنا كبرنا ثاني المشروع، زدنا واحد في البراج قصبه بلدي، عاودنا مشينا للجيده شنو عند الكنيسه قديمه واحد الرياض كان كونسيلا امريكان درناه حتى هويا. المهم هذا الشيء خدم مزيان، تمشى مزيان من قول من 2000 وحنا تنديروا في هذا المشروع، كملنا المشاريع تمشات مزيان، ما عمرنا حسبنا، ما عمرنا درنا لا ارباح لا والو، لانه هما تيجيروا الفلوس، تيجيروا الفلوس، انا كنجيري لي بيرسونيل البنيه هذه هذه. جات 2015 هاد الناس قال لك بيع لينا، مشيت بغيت نبيع لهم داك البيع اللي داروا ما قبلوا حتى حد، انا ما قبلتوش وحتى المخزن ما غاديش، ليطا الدوله ما غيتقبلش هذاك البيع اللي بغا يديروا، طردوني انا ما بقيتش مسير، تحاسبنا، ما عنديش عندي، ما عندي حتى شي درهم عندي زايد عندي ولا ناقص، ما عنديش، انا ما كنتصرفش في الفلوس مقابل غير لي طرافو هذا. مشيت في حالي دعيتهم من المحكمه، حكمت المحكمه لصالحي باش هاد الناس يردوا لي واحد العدد ديال الفلوس اللي مشى، ناضوا هاد الناس قالوا نشريو من عند الشريف حقه، اتفقنا باش يشريو، مشينا عند الوكيل الملك اتفقنا باش يشريو، هما طلبوا منه يشريو عندي، قال لي سيرو شريو وخليو المحكمه التجاريه تفضيو هذا، مشينا بغينا نشريو وقعدنا ما شراوش عندي هاد الناس، عاود دخلت المحكمه التجاريه حكمت عليهم بالعزل وحكمت عليهم بالتشطيب من ريجيست كوميرس، ناضو شراو قالوا مشوا للمحكمه كتبوا وثيقه بغينا نشريو عند هاد السيد، خرجنا باش يشريو عندي، المحكمة عينت جوج الخبراء، واحد التعويض ديالي
وواحد لي فالياسيون التقويم ديال هذوك الشركات كلهما. داك الشيء اللي دارت المحكمه كنتسناه اليوم غدا مايا. قال لي كوفيد ما تحسبش، حيدنا الفلوس ديال كوفيد، حيدنا كل شيء. خرج واحد الخبير من المحكمه تيدير الصلح، ما سوقر والو لينا، بقينا هكاك معاهم. عاودوا داروا طلب لواحد الخبير اخر من اكادير، جا حتى هو قال لك تصالحوا ما تصالحوا، هاد الناس ما عطوني فلوسي، ما باش يحط هذاك الخبير، ما باش يحط الخبره، لانه تيقول لك بغينا نشريو عنده. بقات المسائل هذه 15 يوم، وقفت واحد لا مانيفيستاسيون تما انا ومراتي وهذا، قلت لهم يخوي وتما لينا ممنوع، كاينين هما لداخل كانوا في لوطيل، وقفت على برا باش نبين السلطات تساعدني يعطوني حقي هاد الناس، لانه الا ما عطونيش حقي غدا ولا بعد غدا غادي نمشي نوقف وغادي ندابز معاهم. انا مستعد ندير معاهم حتى اللي ما، لانه هاد الناس كيهزوا شواكش الفلوس اليوم لبلدي. البلدي واحد المشروع معروف عالميا، ماشي في المغرب، عالميا عالميا. وانا عندي اصدقاء ديولي من العالم كله تيجيو على قبليل تما، تيديروا حفلات، تيديروا عراسات، يهود مغاربه. انا عندي وعندي هنا كل شيء، والتلي فاكتور ديولي عندهم، عندي ديول باش خلصوني، باش خلصوا لي بلدي، وهاد الناس ما يعطوني انا والو. كالوني علاش؟ والمحكمه كتحكم ليا، راه فلوس كثيره باش حكمت لي المحكمه، ما عطوني والو والو والو، راه والو والو، ما تيعطيو والو، هاد الناس ما تيعطيوش حتى شي حاجه، لحد الان ما تيعطيو. دخلت السلطه هاد الاسبوع اللي فات، ومشاو عند السلطه قال لهم بغينا نشريو عند الشريف، قالوا لهم فضيو على هاد المشكل ليتسد هاد الشركه وتخرج 260 واحد للخلا. قلت للسلطه ما بغيتش انا هاد الناس يخرجوا، هادوك العمال اللي تما كلهم مني مشيت درت الوقفه كلشي جاو عندي انا باهم. تنقسم لكم يا مبلينا، انا باهم، تيقولوا للقايد ورئيس الدائره راه بانا الشريف، هاد الفرنسيين هادو راه ما رحموا حتى شي حد، لهذا اخوي ولي اخوي البلدي وخليهم يسير مؤقت وندى نتحاسب انا وياه. شكي الله اخويا ما عرفت، انا القضاء الا بغيت عنا وغادي يمشي للقضاء، القضاء نصفني نصفني، انا قابل لدار ياك القضاء، انا بوحدي وهما عندهم محامون، عندهم هذا، عندهم ناس عندهم خبارة معاهم ومحامون وعندهم اصدقاء نزيد عليك وكل شيء، وانا بوحدي وراضي بالقضاء. رضيت يكون ما عجبنيش القضاء، ما نجيش انا نقولها، رضيت بداك الشيء ديال القضاء. ها هو هو القضاء، هو هذا مولاي، ها القضاء هذا، داروا القضاء هذا. انا ما بغيتش نشرد، انا راه حتى نقول راه من نهار الاول ما بغيتش نشرد العائلات يخرجوا للزنقه، المحل غادي يمشي مزيان، في ارباح كثيره شهدوا بها، كيدخلوا واحد 2 مليار ونص في العام، وهي ماشي كثر كتدخل في العام، انا عارفها هادشي كلشي تيعرفوا ومعروفه المخزره الدوله ديالنا ماشي هذا، تيعرفوا شي دخل البلدي معروف، لانه هاد الناس انا ما كان ارباح شاريين غير حدا ماجورين، واحد 6 مليار شراو ديال البارتمات فوق الجرده ماجورين، وشراو فيلات ماجورين باش تشريهم وقلعوهم الماجورين الجرده ماجورين. هاد الفيلات اكيد تكراو، كتكرا ب 5 مليون 4 مليون في الليله، هاد الفيلا ولي زابارتمون تيتكراو بمليون في الليله، راه لوكس. انا اللي كنطلب المحكمه تنفذ لي هاد الشيء اللي داروا الخبراء، هاد الخبراء اللي تيخدموا 6 شهور في الملف، 6 شهور هاد الخبير 6 شهور، والاخر ديال هذاك ديال التعويض ديالي 4 شهور ولا 5 شهور، وهذا 6 شهور وما علاش هاد الخبراء علاش مديورين؟ بغيت يتنفذ هذا الشيء اللي داروا الخبراء، يعطوني هذا الرزق اللي داروا الخبراء، يكون راه قليل بالنسبه ليا، راه قليل، ولكن ما يتشردوش ولاد مراكش اللي كوكي ولادي، والله العظيم كيف حال ولادي، ولادي تما وكلهم تيقولوها، ولادي هذوك الناس 261 قدام ولادي، ما يتشردوش ان شاء الله ونشرد انا، ولكن يعطوني هاد الناس حقي حقي، وراه الله يخليكم، وراه البلدي راه ما تيعرفوش حتى تدخل ليه، راه 14 القطار مبنيه مبني اللي ما يمكنش يبنيه شي حد في المغرب، راه هو المشروع مبني بلو بيزي بالتراب، والقصبه مبنيه بالتراب، وهذه هي لا سبيسياليتي ديال عمري كلي وانا تنتعلم، راه 70 عام في عمري تعلمت هذه الحرفه، واليوم حيت نقبض هذا الشويه هذا الحق ديالي ما يعطيوش لي علاش؟ ياك هما راه حكموا عليهم يخرجوا من تم، خصني ندخل انا لتما، ولكن دخلت غادي ندابز معاهم. ولكن دابز معاهم انا ماشي هذا ماشي غادي هما ما حشموش ما قدوش هما راه دوك نهار درت المانيفيستاسيون هربوا تخباو في قاع واحد البيت
تخباو كانوا تما تخباو مالهم ما يخرجوا داك النهار ما قلتوش يخرجوا قدام الصحافه لانه الحكام محكومين معزولين. هذا النقد هذا النقد النقد داروا النقد تحكموا ابتدائيا واستنافيا وداروا النقد عامين ومشيت للنقد بدون محامي بلا والو وقفت في النقد الا درتي محامي ما كتدخلش ولا مشيت بلا محامي رفضوا لهم داك النقد ديالهم راه كاين العداله واش بغيتي اكثر من هذا الشيء هاد الدولة العداله هي كاينه وجبت لهم التنفيذ نفدت عليهم ولكن كيف بغيت نخرجهم ترقسم لك يمين بالله كاين اكثر من 115 بنت خدامه في البلدي ترقسم لك يمين بالله انا خرج من لوطير من 2015 وحتى تجوز شي وحده كتعيط لي حتى بيت جوج كتعيط لي تنقول حدا باها الا ما كانش شريف ما نتجوزش